بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، نحمد الله ونشكره على هذا الدين القويم الذي بعث الله به رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم وشهد له بالكمال، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم. فلم يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما أكمل الله به الدين، فلم يبق لأحد بعده أن يحدث شيئا يتقرب به إلى الله لم يأتي به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. والله جل وعلا قال لنا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذا صراط الله الذي جاء به رسوله، ما ترك شيئاً يقرب المسلم إلى الله إلا بيّنه، وما ترك شيئاً يضر المسلم في دينه ودنياه إلا حذره منه. فلم يبق لنا إلا الاتباع وترك الابتداع، فإن الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. والله جل وعلا لا يرضى من الدين إلا ما شرعه لعباده، فلا يجوز لأحد أن يشرع مع الله عبادات ويقول هذه من الدين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالواجب علينا الاتباع وترك الابتداع. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالذي يريد رضا الله ويريد الجنة عليه أن يتبع هذا الدين ويتمسك به، وفيه الخير والكمال لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. ولكن شياطين الإنس والجن أبوا إلا أن يحدثوا في هذا الدين محدثات يظنون أنها تقربهم إلى الله، وتمسكوا بها وحرصوا عليها ودعوا إليها، وهذا مستمر، وهو من باب الابتلاء والامتحان. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إن البدعة تبعد عن الله والسنة تقرب من الله، إن البدعة تغضب الله والسنة ترضي الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. المبتدع يرى أنه على حق، فقل أن يتوب المبتدع لأنه يرى أنه على حق، وهو شر من العاصي. فالعاصي يعلم أنه مخالف ويستحي من الله ويستحي من الناس، فقريب أن يتوب إلى الله عز وجل. أما المبتدع فيرى أنه على حق وأنه على هدى، فلا يتوب إلى الله عز وجل. ومن مفاسد البدع ما جاء في الحديث: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع الله مثلها من السنة. فلا تجتمع البدع والسنن إلا ويخرج أحدهما الآخر. السنة تطرد البدعة والبدعة تطرد السنة. فالذي يريد النجاة ويريد الأجر والثواب يقتصر على ما شرعه الله سبحانه وتعالى، ولا يلتفت لما يقوله الناس من غير برهان ومن غير دليل. فمن جاءك
وقال لك افعل كذا، فيه أجر، فيه ثواب، قل له هاتي الدليل على هذا، فإن جاء بدليل فنعم وعلى الرأس والعين، وإن جاء بغير وإن لم يأتي بدليل فهو ضال مضل. فعلينا أن نتنبه لهذا خصوصا، وأننا في زمان تروج فيه البدع بكثرة مع غلبة الجهل في الناس، ومع رغبة كثير من الناس في الخير وحبهم للأجر، يستغلون هذا مع غفلة كثير من العلماء فيدسون على الناس هذه السموم، لا سيما في هذه الوسائل المستحدثة، الإنترنت، الجوال، المواقع، يدسون على الناس هذه الشرور، يرسلون رسائل الجوالات، افعلوا كذا، صوموا كذا، صلوا كذا، ويرغبون في هذا، ويقولون من يفعل هذا فله أجر ومن تركه فعليه وعيد، يرتبون أنواعا من الوعيد والتخويف على من لم يفعل بما ينشرونه، بل إنهم يأمرون من بلغته هذه الخرافات أن ينشرها في الناس وأن يبلغها، وأن له من الأجر إذا نشرها، له أجر كذا وكذا، وإن كتمها فعليه إثم كذا وكذا، وليتوقع العقوبة العاجلة وما أشبه ذلك من التهديدات والوعيد والوعود بالأجر والثواب لمن قبلها وروجها. هكذا يفعلون، فاحذروهم. لا تقبلوا من أحد أي عبادة أو أي فعل يرجى به الثواب إلا بدليل من الكتاب والسنة. يذكرون أحاديث مكذوبة يرغبون بها الناس، أو يضعون هم أحاديث يرغبون بها الناس، فاحذروا عباد الله. قد قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لكن هؤلاء استزلهم الشيطان فأغواهم وأغراهم، وصاروا يحبون أن يتبعهم الناس وأن يغيروا دين الناس، فاحذروا منهم واحذروا من هذه الوسائل وما ينشر فيها، ولا تقبلوا منها شيئا إلا بعد أن تسألوا عنه أهل العلم إن كنتم لا تعلمون، أو إن كنتم تعلمون فاعرضوه على الكتاب والسنة. ضيقوا عليهم المجال في هذا الأمر. الحمد لله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، والحق بين أيديكم، والحمد لله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عندكم العلماء، أسألوهم عما ينشر وعما يقال، سدوا عليهم الطريق وحاصروهم حتى ينصرفوا عنكم وعن أفعالهم القبيحة إذا لم يكن لها رواج، وإذا علموا أن في طريقها من ينكرها ويردها عليهم، فاحذروا من ذلك وفقكم الله. من ذلك أنهم في كل سنة في آخر العام الهجري في نهاية شهر ذي الحجة يأمرون بأشياء من الأذكار، من العبادات، صوموا آخر يوم من شهر ذي الحجة، يهنئون الناس بالعام الماضي، يهنئونهم مثل ما يهنئونهم بالعيد، بعيد الفطر أو عيد الأضحى. كل هذه ترهات وأباطيل ما أنزل الله بها من سلطان. يرغبون في أشياء
في مواسم الخير يدسون على الناس، يستغلون حرص المسلم على حب الخير يدسون عليه هذه الأمور. احذروهم وحذروا منهم. إن العام الهجري ليس له خاصية، وليس هو مما جاء في الشرع، إنما هو اصطلاح اصطلح الصحابة عليه لما جمع عمر الصحابة رضي الله عن الجميع، لأنه يأتيه كتابات من عماله لا يدري متى كتبت، فتشاوروا في وضع تاريخ للمسلمين ولم يلتفتوا إلى التاريخ الميلادي مع أنه موجود، لأننا نهينا عن التشبه باليهود والنصارى، فلم يلتفتوا إلى التاريخ الميلادي ولا إلى التاريخ الفارسي ولا إلى غيرها من التواريخ، لأننا منهيون عن التشبه بغيرنا. فاصطلحوا على أن يكون بداية محرم هو بداية العام الهجري، ويكون شهر ذي الحجة هو آخر العام الهجري. وهذا اصطلاح منهم، لم يريدوا أن يرتبوا عليه عبادات أو فضائل أو غير ذلك، ولكن أهل الشر يبنون على هذه الأسباب ويحوكون حولها أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فحذروا منهم واحذروهم ولا تروجوا هذه الأمور، لأن هناك من يأخذ هذه الأوراق المكتوبة ويوزعها، يصورها ويوزعها، وربما يلصقونها في أبواب المساجد أو في داخل المساجد، لأنهم يقولون من روجها ومن سوقها فله من الأجور كذا وكذا، يوظف، يرفع، يعطى كذا، والناس يطلبون الخير عاجلا وآجلا، فيغرون الناس بهذه الأمور. فاحذروهم وحذروا منهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. روى العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. وقال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لاحظوا قوله: كل بدعة ضلالة، فليس في البدع شيء حسن، ليس هناك بدعة حسنة، بل كلها ضلالات.
فاجتنبوها. وفيما شرعه الله لنا وشرعه رسوله خير لنا خير لنا خير تام. فمن يريد الخير فهذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يجتهد في طلب الأجر بما شرعه الله سبحانه وتعالى، يتجنب البدع. فإن المبتدع مهما عمل لو أفنى حياته في البدع فهو من أهل النار وعمله ضلال والعياذ بالله، لأنه يسير على غير طريق صحيح وعلى غير شرع الله. وإذا اقتصر على بعض البدع فعليه من الإثم بقدر ذلك، ولكن يخشى أن تتطور هذه البدعة فتقضي على ما حولها من السنن فيصبح مبتدعا خالصا. فاتقوا الله عباد الله واحذروا من البدع، ولا تتساهلوا فيها أو تقولوا هذا خير هذا عمل صالح وتتساهلوا في هذا الأمر. لا والله، إن البدعة شر وليست بخير، إنها ضلال وليست بعمل صالح. اتقوا الله عباد الله، تمسكوا بدينكم، فإن الخطر عظيم، وإن دعاة الضلال نشطون وينشطون من قبل الدول الكافرة، تؤزهم وتشجعهم على ذلك ليفسدوا هذا الدين. ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، أرض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مستقراً وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ هذه البلاد آمنة مستقرة، اللهم احفظها من الفتن، اللهم احفظها من كيد الكائدين ومن شر المفسدين ومن شر الأعداء والحاسدين. اللهم احفظها آمنة مستقرة وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين. اللهم أيدهم بالنصر والتوفيق، اللهم اجعلهم نصرة لدينك، حربا على أعدائك، سلما لأوليائك يا رب العالمين. وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبتنا على الحق واهدنا الصراط المستقيم وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم.